اختتمت فعاليات المهرجان السنوي لمانجو أسوان 2023 بحضور 14 عارضا، وتتميز المانجو في أسوان بأسعار تنافسية وبجودة عالية، وخاصة في ظل تمتع أسوان بإنتاج نحو 125,000 طن. المانجو في أسوان يتميز بأسعار تنافسية وبجودة عالية، وخاصة في ظل تمتع أسوان بإنتاج نحو 125,000 طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية ووادي النقرة على مساحة 30,000 فدان. للسنة الثالثة على التوالي مش عايزين نكلمكم عن جمال المهرجان والفكرة في حد ذاتها كنوع من الاستثمار الغير مباشر وعرض لأنواع المانجا المتوفرة على مستوى الجمهورية موجودة في أسوان عندنا، وسوق مفتوح لكل المواطنين من أقصى أسوان لأدناها. مهرجان أسوان للمانجو يعتبر حلقة وصل مباشرة بين مزارعي وتجار المانجو والمواطنين الراغبين في الحصول على هذا المنتج، كما أنه يساهم بشكل مباشر في تقديم كافة أوجه الدعم لمزارع المانجو، وذلك من خلال تحقيق التسويق الجيد لمنتجاتهم وإبراز الأصناف المختلفة لمحصول المانجو الأسواني وتعريف جمهور المستهلكين بها، سواء المستوردين أو طالبي توريدها للمصانع والشركات مختلفة. السنة دي موسم المانجا كان على مستوى المحافظة يعني موسم ممتاز ومربح وكويس الحمد لله. بنشارك بأصناف المانجا كلها عامة من الزبدة والجلوك اللي بتشتهر بها الرمادي طبعا، والعويسي والتيمور والهندي والسكري والفص عويسي والبلدي، وكمان مع الفونسا والهايدي دولكت نزلت معانا، والكيت والنعومي والياسمينة. أنا كل سنة باجي في المهرجان بتاع المانجا، تمام، بسم الله ما شاء الله في أنواع كثيرة، تمام، وأسعار متناولة لدى الجميع. يعني في أنواع عديدة جدا، السكري والمانجا والعويسي والتيمور والبربري، ما شاء الله يعني أنواع كثيرة جدا. فأنا بصراحة سنة يعني أنا بعتز بأسوان ومانجة أسوان، ومبسوط جدا أن أنا معهم في السنة الثالثة. مهرجان المانجو بأسوان بداية مبشرة في ظل الترتيبات والتنسيقات العديدة التي شهدها لفتح آفاق جديدة من الاستثمار داخل أسوان، حيث بدأ العديد من المستثمرين التواصل مع المزارعين لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها، ولا سيما بأنه يتم إنتاج نحو 56 نوعا وصنفا من هذه الفاكهة المميزة.